الدوره السادسه صفات الداعيه الدرس العاشر ينبغي على الداعيه معرفه العوائق والمخاطر الرئيسه التي تعترضه في طريق تزكيه النفس معرفه هذه العوائق يساعد على اجتنابها والحذر منها ويمكن تلخيص بعضها كما يلي اولا الرغبات والشهوات والاهواء وهي دوافع النفس التي تدفع المرء الى فعل ما يعلم انه يغضب الله سبحانه وتعالى وعلى الانسان التحكم بهذه الرغبات وتوجيهها لانها قد تؤدي الى عواقب وخيمه تضيع جهوده في تزكيه النفس ثانيا الجهل والشكوك والشبهات جهل المرء يقوده الى عدم معرفه الطريق الصحيح حيث إن الإنسان عندما لا يدرك جهله فإنه يتصرف وهو معتقد أن ما يفعله صحيح. ولكن ذلك الأمر في الواقع في غاية الضرر. كذلك قد يؤدي الجهل إلى الشك وعدم اليقين. تؤثر بدورها تلك الشكوك وعدم اليقين على ثبات الشخص وعلى المرء مجاهدة نفسه للاستمرار على طريق تزكية النفس. ثالثًا المحدثات والبدع وهي في غايه الخطوره على تزكيه النفس وقد تقود المراه الى الضلال لان المبتدع يرى انه على صواب ويتبع الحق ولا يمكن للمرء اجتناب الوقوع في البدع والمحدثات الا بالعلم الصحيح واتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولزومها رابعا الذنوب يتقرب المرء الى الله بالطاعات ويبتعد عنه بالذنوب والمعاصي والذنوب سواء كانت من الكبائر او الصغائر فانها تدل الى حد ما على الاقل على تراجع المرء وتاخره في طريقه في تزكيه نفسه خامسا التغلب على الدنيا وملذاتها من اكبر المخاطر خصوصا في عصرنا ويومنا هذا هو التغلب على كل الملذات والمغريات في هذه الحياة. هذه الدنيا قد تجعل المرء يفقد تركيزه وينسى وجهته الحقيقية، فبدلاً من التركيز على الآخرة والعمل لها، يسعى المرء إلى جمع وكنز متاع وخيرات هذه الحياة الدنيا. سادساً: رفقاء السوء والبيئة والمحيط. يمكن لمحيط الفرد وأصدقائه التأثير بشكل كبير عليه، حيث يمكن للأصدقاء والبيئات السيئة تشكيل عقبة كبيرة في طريق تزكية النفس. سابعاً: الشيطان وجنوده. قبل خلق الإنسان، خلق الله عدوًا سيمتحن إرادته وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. وعندما يطيع الناس الشيطان، فإنه هدف الشيطان الوحيد. وهو أن يكون جميع الناس من أصحاب السعير. فينبغي دائما على المؤمن أن يكون يقظا وحذرا من الشيطان ووسائله ومداخله لوقاية نفسه من الشيطان في طريقه لتزكية نفسه. طبيعة الإنسان بصفة عامة لابد أن تتعثر بين حين وآخر. حتى وان بذل المرء قصارى جهده لاتباع جميع الخطوات والوسائل التي تعينه على تزكيه نفسه وعن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه احمد ومع ذلك فعندما يذنب المرء ويخطئ فهذا ليس نهايه الامر فان باب التوبه يبقى مفتوحا امام الانسان ما لم يمت